معانا تليفون مهم جدا من نادي الداخليه، سياده بجد اللواء عثمان دسوقي مدير طبعا التنفيذي لنادي الداخليه والمشرف على فريق كره القدم بنادي الداخليه. سياده اللواء، مساء الخير على حضرتك وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب. وفي ضيافه الاستاذ عصام شلتوت بيسلم على حضرتك. وسلم على عصام بيه، وان شاء الله بالتوفيق دايما كده باذن الله. سياده اللواء، كل سنه وحضرتك طيب فن. كل سنه وانت طيب وحضرتك بخير ان شاء الله. طبعا هارد لك لنادي الداخليه، لم يوفق السنه دي في الدوري الممتاز، لكن بالتاكيد هناك ظروف كان ليها دور في ده، ان نادي الداخليه لم يستمر في الدوري للموسم القادم. لكن سمعنا ان هناك تحرك من عديد من الانديه بعد بيان النادي الاهلي لصالح الكره المصريه. ما هي الخطوات التي سيتخذها نادي الداخليه خلال الساعات القادمه اذا كان لدى حضرتك بالتاكيد معلومات مؤكده في هذا الشان؟ طيب استاذنك بس نبتدي يعني في بدايه الموسم. اتفضل. هو الاشكال الموسم ده من بدايته ونهايته دي عنوان البدايه بتاعته. حضرتك احنا كل الانديه ال 18 نادي، لو جبت ال 18 نادي كده كلهم مضارين من هذا الموسم. ما فيش نادي، ادي اكبر ناديين الاهلي والزمالك الاثنين برضه مضارين. المفروض ان اتحاد الكره ده اللي هو الخبره كلها في اداره المسابقه. الانديه دي فروع بالنسبه لاتحاد الكره. طب انت اتحاد الكره ادي شايف المغرب وشايف تونس نفس القصه، وبدل الدوري بتاعهم استكمل قد البطوله الافريقيه. احنا حضرتك احنا يعني بدايه الموسم ال 18 نادي، ممكن 15 16 نادي من اللي كانوا موجودين كانوا رافضين حته زياده عدد قيد اللاعبين من 25 ل 30. تمام. كان الاستبدال كان اثنين لاعبين، فوجئنا الاستبدال بقى مفتوح. الدور الثاني يعني حضرتك انا هضربك مثل بسيط قوي، احنا جبنا في الدور الاولاني 19 نقطه. الدور الثاني لما الفرق كلها في فرق غيرت جابت 30 لعيب، ما ينفعش. يعني هقول لحضرتك حاجه بسيطه جدا، النادي الاهلي ونادي الزمالك كل واحد فيهم مؤيد 70 لعيب. دولهم تقريبا احسن 70 لعيب هنا واحسن 70 لعيب، باقي الانديه كلها بتدور على فتات الفتات من اللاعبين. فحتى لو جبنا لاعبين في الدور الثاني مش هم المستوى اللي يقال ان انت ايه تجابه الانديه الكبيره. بقت الناحيه الماديه هي طاغيه على البطوله. انما لو من اول الموسم قالوا والله هم 25 والاستبدال اثنين كان كل الانديه مشيت كده، كانت بقى في لعيبه كتيره متوزعه على الانديه. ما كناش وصلنا للمرحله ان المنتخب دلوقتي مش لاقي لعيبه كويسه تلعب، مع ان اللعيبه اوريدي في لعيبه كويسه جدا في الاهلي والزمالك بس للاسف ما بيلعبوش. فدي يعني دي حضرتك دي نمره واحد، ده الاساس اللي بوظ المسابقه. نمره اثنين التحكيم. بنبص حضرتك مره بنلاقي مباراه بتتحكم فيها ثلاث حكام، مباراه ثانيه فيها خمسه، مباراه ثانيه فيها سبعه، مباريات حكام عرب، مباريات حكام اجانب، ما حدش بيحصل الكلام ده خالص. حاجه ثالثه، المفروض انت كراجل يعني سوري باللفظ بنفهم كلنا في الكوره، ما بنقولش حاجه، بس مش معقول العب ثلاث ماتشات 10 ايام واقعد 40 يوم ما العبش. ما ينفعش. انهي مدرب وانهي جهه بس في الرياضه اللي يعمل يعني تاهيل لاعبته في اسبوع في 10 ايام ثلاث مرات ويقعد 40 يوم ما يلعبش؟ ما ينفعش طبعا. دي تبقى رياضه؟ دي مش رياضه. فانا قصدي حضرتك المفروض السنه دي لو انا من هنا بوريده ومن اتحاد الكوره كله الغي المسابقه بالكامل وابتدي من دلوقتي للي جاي يبقى صح. مش انا هبوظ المسابقه السنه دي وهبوظها السنه الجايه عشان انا عايز اعدل الامور. فين اللعيبه اللي انت هتستغنى عنها في الفتره دي؟ فين اللعيبه اللي انت هتجيبها؟ فين المدربين اللي هتمشيهم؟ فين اللعيبه الافارقه اللي هتدفع لها فلوس وانت مش عايزها لو استمر البطوله اللي بعد بطوله الامم الافريقيه؟ حاجات كتيره جدا 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 للاسف المفروض الناس كلها اللي في اتحاد الكره والانديه. احنا طبعا تسع انديه من ضمنهم الاسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري، دول من الانديه الشعبيه، بالاضافه للانبي وبتروجيت، بالاضافه للمعاونين العرب، بالاضافه لسموحه، بالاضافه للنجوم، ونادي الداخليه مقدمين مذكره لاتحاد الكوره. مذكره رسميه ارسلت لكل من كل هذه الانديه وبتوقعات رسميه؟ لا، بتوقعات رؤساء الانديه. رؤساء الانديه. طب يا سياده اللواء استاذن حضرتك، لانه الحقيقه حضرتك قلت نقطتين مهمين جدا، القيد والتحكيم. وده في بيان الاهلي. طبعا لا، انا اقصد بقى لما قلت لك نرد الشيء للجمعيه العموميه. بالظبط. كيف وافقوا على قيد مفتوح في البدايه؟
دي حاجة. الحاجة التانية كمان وافقوا على فكرة الاستبدالات المفتوحة وكذا. أدي أقول لحضرتك على حاجة بس. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. اللي كان اللي هو الاجتماع اللي تم في اتحاد الكورة كان للأسف الاجتماع ده ما تمش، حصل نقاش حاد بين شوبير ومرتضى منصور وانتهى الاجتماع. لا خدنا قرارات بحاجة ولا حاجة، وال 16 نادي موجودين. الكلام ده حصل، حصل النقاش بين شوبير ومرتضى منصور وكل الناس قاعدت تهد بينهم ونزلنا وكل الأندية مشي. فوجئنا قرارات طالعة. طب وده ينفع؟ طيب الاتجاه حتى في التحكيم اللي انا بتكلم اللي بقول لحضرتك عليه ايه؟ ان ال 16 نادي مضارين او ال 18 نادي مضارين من الاسلوب الغير منتظم في اداره المسابقه. كلكم بتتفقوا يا سياده اللواء على اداره المسابقه افتقدت لمبدا اللعب النظيف، عدم تكافؤ الفرص، مشاكل تحكيميه، مواجبات او ملائمات معينه، مؤامات معينه في تنفيذ جدول الدوري لانديه وانديه اخرى. ده اللي تقصده يا سياده اللواء صح؟ تمام كده. وبعدين في موسم يقعد سنه كامله، فين فتره الراحه للعيبه؟ الراحه الايجابيه فين؟ والراحه السلبيه فين؟ في حاجات كتيره جدا، فتره القيد كمان الجديده، وهنبوظ الموسم اللي جاي بالظبط. طب المذكره اللي قدمتوها النهارده، ايه رد الفعل من اتحاد الكوره او ايه اللي اتقال لكم حضرتك بعد تقديم هذه المذكره؟ القصه ان احنا لازم ناخد موافقه المسابقات بالرفض او القبول، وبعدين تقدمها التظلمات برضه بالرفض او القبول، وبعدين توديها المحكمه الرياضيه في اللجنه الاولمبيه، وبعدين تبعتها بره نفس المسلك القانوني. يعني زي ما تقول حضرتك ايه، يعني لازم اتحاد الكوره يهدى كده مع نفسه شويه ويبسط الامور، ومحدش بياخد حاجه معاه. احنا بنقول ايه؟ راعوا يا جماعه مستقبل الرياضه في مصر. الرياضه دي القطاره اللي بتشد البلد كلها. طب لما القطاره دي مش مظبوطه خاصه الرياضه، يبقى انت ايه اللي هيجرى؟ فلو سمحتوا اقعدوا مع بعض، اتحاد الكوره يقعد مع بعض كده ويجيب رؤساء الانديه بهدوء برضه، والناس كلها تقعد وتتفق بما فيه الصالح للرياضه. طب انما اللي بيتم ده ما ينفعش. طب سياده اللي هو سؤال اخير، إذا ما رفض اتحاد كرة القدم هذه المذكرة المقدمة من 9 أندية زي ما ذكرت حضرتك، لكن وافق على انتظام مواعيد القيد في الموسم القادم، انتظام المباريات في الموسم القادم وتحديد بداية الموسم ونهاية الموسم، نهاية الموسم الحالي قبل كأس الأمم الإفريقية، وبالتالي ده هيكون للصالح العام للكرة المصرية السنة القادمة. هل ده بالنسبة لك هيكون مرضي، ولا أنت بالنسبة لك حضرتك شايف الأفضل لإلغاء المسابقة بشكل نهائي؟ الأفضل إلغاء المسابقة، وتتحط قواعد ولوائح مظبوطه يمشي عليها الانديه من اول اكبر نادي الازهر ليه. طب والانديه اللي هتصعد السنه الجايه؟ هم قبل كده كان فيها، قبل كده اتعمل مجموعتين، ما فيش اشكال خالص. ايه الاشكال؟ الدوري الانجليزي 20 فرقه، ايه الاشكال؟ احنا هنبقى 21، هيبقى رقم فردي. ايوه انا قصدي ايه؟ هيبقى اسبوع باي. قبل كده وقبل كده اتعملت مجموعتين. طب سؤال يا سيدي، هقول لحضرتك حاجه برضه. اتفضل. الانديه اللي تحت اللي هو الدرجه الثانيه والثالثه في اشكالات، فالاشكالات دي كلها لازم تتحل كلها مع بعضيها. يعني الانديه اللي تحت عندها اشكالات، والانديه في الدوري الممتاز عندها اشكالات. ما تقعدوا يا ناس المفروض ان انتوا خبراء في الرياضه، اقعدوا مع الناس رؤساء الانديه واعرفوا القصص ايه وحلوها صح. انما كل الناس كلها متخانقه مع بعض عشان ايه؟ دي احنا رياضه، المفروض دي رياضه اخلاق، عشان ما نحتكمش للنصوص اللوائح والقوانين وبتبقى الامور بالظبط ماشيه عليها ثابته، ما فيش لائحه ماشيه عليها ثابته. وده اللي قاله النادي الاهلي في بيانه، ما فيش احتكام لهم. احنا طبعا مؤيدين بيان النادي الاهلي طبعا. ليه يا سياده اللواء المذكره او المعروض ده من 9 بس؟ ليه مش من الاغلب الاعم من الانديه حتى اللي خدت راحات؟ انا بص حضرتك، الانديه الباقيه كلها موافقه، بس طبعا ما فيش وقت. عندك الحرس الحدود موافق، عندك كانت الانتاج الحربي موافق، عندك طلاع الجيش ايد البيان بتاع النادي الاهلي، هيبقى فاضل عندك وادي دجله والجونه. الجونه نفسه ارسل خطاب يعني يا سياده اللواء بنفس المعنى ده على فكره من حوالي اسبوع يا استاذ يعني عصام. بما معناه انه غير التسع خطابات في الباقي وافق لكنه لم يرسل بس بورق رسمي يعني بشكل رسمي بالظبط كده. الكل متفق على هذه المعاني بالنسبه لبيان النادي الاهلي، لكن بالتاكيد نادي الداخليه والنجوم وبتروجيت ليهم اتجاه في مسألة إلغاء الهبوط لتكافؤ الفرص في أمور أخرى بقى، اللي هو فتح القيد دون موافقة كل الأندية، عدم انتظام المسابقة، ضغط الأندية في مباريات ومباريات أخرى. لا يعني في قصص هنا مختلفة ما بين كل نادي ونادي حسب الظروف اللي تعرض لها على مدار الموسم يا سيادة اللواء.
تمام كده. تمام. طيب سيادة اللواء انا بشكرك شكرا جزيلا، وانتبه مع حضرتك خلال الساعات القادمه ايه اللي هيظهر في اتحاد كره القدم بخصوص المسابقه اللي مش عارفين نهايتها امتى ولا شكلها هيمشي ازاي. كل التوفيق لحضرتك وبشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الطيبه.